بس يا سيدي، وده حكاية مجلس الشيوخ العسكري اللي سيطر عليه العسكريين بقرار عبد الفتاح السيسي، إضافة للعشرين واحد اللي حضراتكم سمعتوا أساميهم، واللي كلهم يا إما لواء يا إما فريق يا إما عقيد أو عميد. في 30 أيضا لواءات من الشرطة والجيش نجحوا بالتزوير في انتخابات مجلس الشيوخ، حط عليهم 20، يبقى أنت كده عندك 50 واحد ينتموا للجيش والشرطة داخل مجلس الشيوخ المصري اللي المفروض يعني بيعبر عن الشعب وعن المواطن. اكتشفنا أو زي ما بنكتشف دايما أنه بيعبر فقط عن المؤسسة العسكرية. عايز أكلمك عن واحد من ضمن المعينين اللي عينهم عبد الفتاح السيسي، واحد من المجرمين، المجرم المدلس المزور أحمد الجندي أو أسامة أحمد الجندي. أسامة أحمد الجندي كان قائد القوات البحرية السابق، ده طبعا ليه جريمة لن تغفر على مر التاريخ، والتسريب المشهور اللي بيحاول يزور في أدلة ويغير مكان احتجاز الرئيس الراحل محمد مرسي عشان يتوافق مع أماكن الاحتجاز المعتبرة لدى النيابة العامة، عشان ما يقولوش أو محدش يدافع عن الرئيس الراحل ويقول أخدوه واختطفوه وسرقوه وحطوه في قاعدة عسكرية في اسكندرية. فالتسريب اللي بيتكلم فيه مع اللواء ممدوح شاهين، التسريب اللي هعرض لحضراتكم جزء منه دلوقتي، بيبين لك قد ايه ده انسان مجرم، وقد ايه انسان مدلس، وقد ايه انسان مزور، قد ايه انسان ما عندهوش ضمير، بيحاول يتلاعب بالأدلة عشان يغير مكان شخص مظلوم بريء، الرئيس الراحل محمد مرسي أو الرئيس شرعي بعد ثورة 25 يناير، وياخدوا يغيروا شكل المكان اللي هو موجود فيه عشان يتناسب مع لائحة السجون ولائحة وزارة الداخلية في منطقة السجون. وطبعا كانت المكافأة اللي بيكافئوا بيها عبد الفتاح السيسي زي ما بيكافئ كل المجرمين في بلدنا انه عينه في مجلس الشيوخ. اتفرجوا كده على الجزء لواحد المفروض هيبدا يعني يشرع للبلد، يبدا يناقش قوانين تهم المواطن، يبدا ياخد قرارات من شانها التاثير على حياه ومستقبل المواطن المصري، لكن في الواقع هو مجرم ومزور.